التي تهم المواطن المصري. في كل الافتتاحات كانت هي محاولة من جانبي ان انا اتواصل مع الرأي العام بشكل مباشر وبسمعوا الكلام بمنتهى الصدق والصراحة. بما ان الموضوع هو الأزمة الاقتصادية نبدأ بيها. اسمعوا، انا عايز اقول لكم على حاجة. احنا المفروض ان الأزمة الاقتصادية بدأت في اعقاب يعني 2011، بعد سنة ونص 80 اسبوع تقريبا من التظاهر والواقع اللي تم ده، وأدى ان مصر فقدت كل او جزء كبير جدا من احتياطي عدا العيني احتياطي البنك المركزي. بعد حالة الثورة اللي تمت في 2011، لو كان الموضوع بعدها كنا كلنا كمواطنين وحتى كقوة كنا حريصين على استقرار البلد دي، كنا في خلال شهرين ثلاثة أربعة عملنا انتخابات رئاسية والموضوع انتهى وتبدأ الدولة تتحرك. لكن الموضوع تأجل سنتين وبالتالي التحدي تضاعف. ليه؟ لأن الأزمة لما حد يكون مريض وما نعالجوش علاج سليم أتصور أن المرض بيزداد. لكن على كل حال بدأنا برنامج إصلاح اقتصادي في نوفمبر 2016 وأتصور أن كلنا شاركنا فيه. بس عايز قبل ما أكلم النقطة ديت أو أتناول المسألة تحديدا، أنا عايز أقول لكم أو أكلمكم ومن خلالكم المصريين، هل أنا في يوم من الأيام في حديثي معاكم كنت مجامل أو كنت حاجب للمعلومة عنكم أو للواقع من وجهة نظري، ولا أنا كنت صريح ومباشر وقلت إن التحديات اللي موجودة في مصر تحديات أكبر من كل رئيس ومن كل حكومة لكن مش أكبر من الشعب المصري. قلت إن إحنا معا في خطة متحركين نشتغل فيها مع بعض هنساهم فيها مع بعضنا البعض. إحنا في 2011 كنا يعني 77-80 مش كده؟ النهاردة أنت بتتكلم في 104. طب ال 20 مليون دول أعبائهم إيه؟ أعبائهم على الدولة المصرية إيه؟ طب هو السؤال، هو حجم النمو للدولة المصرية من الأصل كان يكافئ عدد سكانها؟ إحنا بنجري وعنصر الزمن هو الحاسم. وانتوا كنتوا تستغربوا قوي لما تسمعوا خلال الست سنين اللي فاتوا ولا كده اقول ايه عايزين نخلص عايزين بسرعه، فالناس كلها مستغربه ليه؟ لان انا عايز الفجوه الفاصل ما بين نمو الدوله ونمو شعبها يقل. احنا حريصين على ان هي على الاقل ما قلتش ما ايه تبقى ماشيه زي ما هي. لكن ده محتاج مننا ايه؟ محتاج مننا عمل مضاعف عشان زي ما قلت كده الفجوة اللي هي هو المواطن في الستينات كان بيعاني زي المواطن دلوقتي، ده كان قدرة الدولة المصرية ومواردها متناسبة نسبيا مع حجم الدولة المصرية. يعني النمو السكاني بتاعنا بقى أكبر من طاقة العمل اللي الدولة المصرية بتعمله. إن ما كناش هنعمل ضبط لسكاننا لن تشعروا بتحسن في الموقف الاقتصادي ده ايه مع الجهد اللي احنا بنعمله. طب اذا يعني جت علينا ازمتين في منتهى القسوه، طب يعني الازمتين دول احنا لما عملنا الاصلاح في نوفمبر 16 2016، احنا دفعنا فاتوره قاسيه كلنا كمواطنين، لكن كان نتيجتها ان احنا قدرنا نخش الازمتين دول ونصمد فيهم وانا عايز اقول لكم لو ما كانش ده حصل احنا يمكن كان يبقى موقفنا صعب جدا 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 دلوقتي او مش دلوقتي حتى في الازمه بتاعه الكورونا. ليه هي الازمه دي عملت ايه؟ انا عايز اقول لكم ببساطه ان سلاسل الامداد والنظم الطبيعيه للمنتجات اللي بتطلع في العالم كله سواء كانت زراعيه او صناعيه او تكنولوجيه، لو حصل خلل في دولة واحدة من الدول الكبيرة في الموضوع ده بيبقى ليه تأثير مش علينا احنا بس، على العالم كله. إذا كان الصندوق النقد الدولي بيقول إن في 143 دولة هتتأثر اقتصاديا، طيب بأمارة إيه أنا ما تأثرش؟ طيب إحنا معدلات نمونا
حتى في أزمة كورونا كانت إيجابية ولا سلبية؟ إيجابية. إذن حتى مع أزمة كبيرة كان لها تأثير سلبي على العالم كله، إحنا كنا في مصر بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل جهد المصريين وأيضا صلابتهم إحنا قدرنا نعمل معدل نمو 3.2 و3.3 و3.8. وإحنا في أول السنة دي قبل الأزمة ما تحصل الربع الأولاني كنا 9%. كنا كم؟ 9%. يعني عايز أقول لو كنا استمرينا على الوضع ده وخلاص بقى كورونا ابتدت تخفف من أثارها على العالم كله وعلينا، فنبتدي يعني إيه نجابه ونتحسن عن أوضاعنا اللي إحنا موجودين فيها. لكن للأسف ده ما حصلش. وبالتالي هو السؤال، إحنا قدرنا بفضل الله سبحانه وتعالى إن إحنا يبقى في كل السلع المطلوبة للناس بوفرة ولا لا؟ لو إحنا بنتكلم على الاحتياطات الاستراتيجية إحنا كنا حريصين. أنا كنت يعني كان لي وجهة نظر إن لازم يكون عندنا احتياطي على الأقل 6 شهور، والكلام ده بدأنا فيه من 2017-2018 وتحطت له الموارد المالية إن يبقى عندنا الاحتياطي ده عشان نقدر نجابه أي تحديات محتملة وما بقاش في أزمات تجابه السوق المصري. ده فيما يخص السلع الأساسية. طيب الخضروات، انتوا سمعتوا وشفتوا في البرزنتيشن الأولاني اللي كان بيقوله وزير الزراعة، قال لك إيه؟ إحنا عندنا اكتفاء ذاتي في السلع دي، وكان من ضمنها الخضروات والفاكهة. يا جماعة عايز أقول لكم على حاجة يا مصريين، انتبهوا، انتوا بدأتوا تعالجوا كل مسائل الدولة مرة واحدة، مش بتعالجوا مسألة وسابين الباقي، انتوا بتعالجوا كل حاجة. لما تيجي تتكلم على سلاسل التوريد تلاقيها كانت قصيرة جدا، لما تيجي تتكلم على سلاسل التخزين تلاقيها قصيرة جدا. موضوع الصوامع اللي بيتكلموا عليه ده، انت بتتكلم على انك انت ايه قدرت تشيل 3.4 ولا 3.5 مليون طن تخزنهم عندك هنا، انت عبال ما عملت ده كلفك كام وخد وقت قد ايه؟ طب انت خلصت كل الكمية المطلوبة اللي انت تخزنها، الا انت محتاج كمان 1.5 مليون طن عشان يبقى عندك 5 مليون طن موجودين في الصوامع على عدد سكان النون اللي موجود دلوقتي. طب لو بقى كتبنا كده يبقى لازم معدلات نمو الدولة تحافظ على الانتاج الزيادة وعلى التخزين والسلاسل الزيادة. البنية الأساسية للدولة المصرية كانت شديدة التواضع في كل شيء. كنت هتستحملوا ان ما بقاش في طاقة عندكم كهرباء؟ انا بتكلم مش بقى كاقتصاد، انا بتكلم كرأي عام بيعاني في البيت ان ما يكونش عنده كهرباء او فستان البوتاجاز او خلافه. طب انا كان الخيار قدامي ايه؟ اعمل ده ولا اقول لكم ايه اصبروا؟ فانا في اولويات كتيره جدا جدا بدانا بيها عشان دي كانت ملحه وكانت شديده التاثير على الراي العام. المزاج العام للناس متضايق قوي ان الكهرباء تبقى مقطوعه في وقت زي اللي احنا موجودين فيه. فاللي انا عايز اقوله عشان بس النقطه دي ننهيها، ارجو ان انتم تنتبهوا لكلمه شديده التواضع، لان اللي داخل الدوله المصريه يمكن ما ياخدش باله قوي من التعبير ده، اللي هو تمسك وتوزن كل حاجه من اللي انا بتكلم فيها طاقه وتتكلم فيها ازاي تعملها وتكلفك قد ايه. تتكلم في شبكه طرق وتقول لي تكلفتها قد ايه نقل، يعني تكلمني في شبكة نقل غاز وتوصيل المنازل وتقولي يكلفك قد ايه ووقت قد ايه. ممكن تكون الفلوس متاحة لكن الوقت مهمتك تحل المسألة في الوقت اللي هو اللي انا بحاول بقدر اللي كان اضغط فيه. اذا الازمة الاوكرانية كانت كاشفة، كان لها تأثير كبير جدا جدا على الاوضاع الاقتصادية في العالم كله وبما فيهم مصر. اذا التأثيرات السلبية للأزمة لها تأثير، لها امتداد عندنا في مصر، وإحنا بنحاول دلوقتي إن إحنا نحل المسألة ديت. ليه نحل المسألة ديت؟ لأن أنا يهمني إن كل مصنع موجود في مصر يشتغل. يا جماعة ده في عمال بتشتغل وبتعيش وفتح بيوت، لو المصنع ده قفل إيه اللي هيحصل؟ هيبقى فيه بطالة، الناس هتروح بيتها، طب مين هيصرف عليها؟ يبقى إحنا النهاردة بنأذي بلدنا وبنأذي نفسنا لو احنا تصورنا ان احنا هنسمح ان الموضوع ده يستمر. واتصالاتنا مع الغرف ومع رجال الاعمال
ومع المستثمرين على ان احنا مستلزمات الانتاج والسلع الأساسية لها الأولوية الكاملة. إذن الأزمة الأوكرانية وقبل منها أزمة كورونا كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد المصري. النقطة الإيجابية في الموضوع أن الاقتصاد المصري قدر يصمد ويقدر يستوعب ويمتص هذه الصدمات وحقق معدل نمو. عشان نلخص الكلام كله، معدل نمو مناسب في يمكن تقريبا إحنا 3-4 دول في العالم فقط اللي حققوا هذا المعدل اللي هو الإيجابي 3.3%. طيب لكن أزمة الأزمة الحالية أزمة شديدة العنف والتأثير. إحنا موقفنا في الموضوع ده بنحاول ما أمكن نكون عامل إيجابي يؤدي إلى إيقاف الاقتتال والتشجيع الحل الدبلوماسي بين البلدين. التأثيرات الحادة مش بس الاقتصادية، حتى السياسية والأمنية اللي هتترتب عن الأزمة ديت هيكون لها تأثير علينا كلنا. فضلاً عن التحديات الداخلية الأخرى مثل جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. وبالمناسبة أنا عايز أقول لكم على حاجة، اوعى تفتكروا أن اللي اتعمل في سيناء قليل، لا منهم ولا مننا. منهم ده بدأ من قبل 2011 ب5-6 سنين، ومش عارف في ناس تعرف ده منكم ولا لا، لكن ده موضوع هنتكلم فيه بعد كده. هنتكلم فيه كوثائق زي ما انتوا قلتوا، هل انتوا هتوثقوا كل شيء؟ طبعا. انا عايز اقول لكم ان اتعملت بنية ارهابية قبل 2011 بكام سنة؟ ب5 سنين. وانا اقدر اقول الكلام ده، ومش ده موثق، ده موجود على المواقع التواصل، خشوا وشوفوا الأفلام اللي كانت بتيجي عن سينا في 2010، وشوفوا الاستعراضات اللي كانوا بيعملوها ولا نسيتوا. مش كده؟ وتلاقوا العربيات ماشية وعشر عربيات بيعملوا، مش كده ولا أنا نسيت؟ مش كده؟ إذن سينا كانت في استهداف كبير لها، والاستهداف ده بيبقى تخطيط كبير عشان يحقق أهدافه. برضو زي ما قلت كده على المصريين، وأنا كلامي للمواطنين المصريين، ومش هقول مسلم ومسيحي لأن الكلمة دي احنا تجاوزناها، وكل ممارساتنا اللي احنا عملناها خلال الفترة اللي فاتت أو كم سنة اللي فاتوا كان الهدف منها ان احنا نأكد ان كلنا زي بعض، وما فيش خيار ولا تمييز بين حد وحد على لا مش أساس ديني بس. حتى أنا عايز أقول لكم حاجة، والكلام ده أنا قلته 2-3-4، قلت أنا مش هختلف معاك في أفكارك، فكر زي ما أنت عايز واعتنق ما شئت، بس لو سمحت خلي المظلة اللي تحمينا كلنا إن نحافظ على بلدنا. لو اتفقنا على كده أنت احتفظ بأفكارك زي ما أنت عايز وعيش بيها زي ما أنت عايز، أنا مش عايزك تغير أفكارك. كل الناس، مسلم وغير مسلم، مسلم ومسيحي، مسلم ومش مؤمن خالص، دي مش قضيتنا. إنه هو ليه مكان هنا وليه زيه زينا. أنا متأكد وواثق تماما من النسيج المصري وبالإجراءات اللي احنا عملناها واللي مستمرين نعملها. بالمناسبة احنا محتاجين إن دايما نعزز هذا النسيج، محتاجين نتحرك دايما عشان إن كان هو قوي نزيده إيه؟ نزيده قوة، وما نسمحش أبدا بحد إن هو وما نتكسفش واحنا بنتكلم، نتناول القضية بمنتهى الأريحية. ليه؟ احنا مواطنين ودي دولة قانون، واللي هيغلط هيتحاسب من أول أنا؟ من أول أنا، كلنا نتحاسب. فضلاً عن تناول عدد من المشروعات القومية الكبرى، خاصة مبادرة حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصرية، يتبقى موضوع حياة كريمة اللي انتوا كلمتوا عليه. شوفوا حياة كريمة احنا ماشيين فيها، ده موضوع انا بقول لكم كده، ده مش عشانكم يا جماعة، ده مستهدف 60 مليون انسان، واللي المؤاخذة يتخلى عنه يبقى طب اتخلى عنه ليه؟ يبقى احنا مش مؤاخذة يعني، كان تخطيطنا ناقص بقى، لا الموارد موجودة للموضوع. حد يقول لي طب ما توقف دي ودينا ايه؟ طب انا هسألكم سؤال لكل المصريين اللي بتكلم،
هل أنا النهاردة لما أكون لي أخت أو أخ أو أسرة في الريف وهم ما عندهمش صرف صحي، هل ده أمر أنتوا تقبلون أن أنا أجله أكتر من كده؟ أنا مش صحيح بتكلم يعني. طب أنتوا تقولوا النهاردة، طب أنا امبارح يعني كنت بتكلم مع وزير ري وبقول له يا ترى موضوع طبتين الترع ده إحنا هنوصل بيه عامل معانا إيه؟ الموضوع طبتين الترع هيكلف 90 مليار، كم؟ أما ليه؟ طيب نرجع بس لحياة كريمة تاني. إذن من منظور وطني لا ما يتسابوش، منظور أخلاقي لا ما يتسابوش، من منظور ديني ما يتسابوش أكتر من كده. يمكن عشان أكون منصف إن الخطة وده مش عيب تمويل، إن السنة اللي أنا وأنا قلت الكلام ده لو تفتكروا في أول كلمة أنا بطلق المشروع قلت إيه، إحنا بنستهدف إن إحنا نخلص المرحلة دي خلال سنة ونتمنى ذلك، وبحيث إن إحنا نخلص الثلاث مراحل في ثلاث سنين، وقلت كده بتمنى إن إحنا نقدر نعمل كده. بتمنى ده معنى إيه؟ إن كان قضية الوقت في تنفيذ الخطة في تحدي. طب ليه؟ وقلت كده، قلت يا جماعة إن أنا بعمل عمل على حالة مش متخططة، بناء اتعمل على مدى 40-50 سنة في ريفنا المصري مش متنظم، وبالتالي الخطة بتاعتي قد تجد عند التنفيذ الفعل على الأرض بعض الصعوبات. مثال، عايز أدخل الغاز لكل الناس، طب هقدر أدخل الغاز لكل الناس؟ لا. لكن خطتنا إيه؟ خطتنا بفكركم بها تاني، واحد بظبط وبحسن الكهرباء. عشان أنا أقولك إيه؟ أنا دخلت لك الكهرباء صحيح، بس الكهرباء مش جيدة. أنا دخلت لك مية الشرب، بس مية الشرب مش جيدة، بيجي لك ساعتين ثلاثة في اليوم. لا، الخطة اللي معمولة أن أنا أدخل لك الكهرباء بشكل مستقر وبجودة كويسة، يبقى مش إتاحة ومش استدامة، لا جودة. نفس الكلام للكهرباء والمية، ثم الصرف الصحي. يبقى الحياة كريمة لا توقف. أنا هتفق معكم إن إحنا محتاجين بصراحة إلى حوار سياسي يتناسب مع فكرة بناء أو إطلاق الدولة الجديدة أو الجمهورية الجديدة. وأنا يمكن كنت عامل حساب إن أنا أطلق هذا الأمر بتفاصيل أكتر من كده في الإفطار بتاع الأسرة المصرية. كل سنة وانتم طيبين. شكرا جزيلا.